ماذا لو كان الإنسان يعيش للأبد؟ خلينا نفترض جد، ماذا لو كان الإنسان يعيش للأبد؟ لو أنا كنت رح أعيش للأبد كنت رح أجرب أطعمة مختلفة حول العالم، لأن أنا كتير بحب أني أجرب أصناف مختلفة من الطعام، وكمان كنت رح أستغل وقتي أني أجرب أخترع إشي يفيدنا ويفيد المجتمع اللي إحنا عايشين فيه. أنا لو كنت بدي أعيش للأبد كنت رح أحقق كل أحلامي، وأكيد هاي الأحلام رح تخلص فرح تطلع أحلام جديدة ورح أحققها، ومن هاي الأحلام إنه أنا رح أجرب كل ألعاب العالم. أما أنا لو إجينا نفكر إنه قدي كمية الناس اللي حتكون عايشة على الكرة الأرضية، فحيكون عنا أصحاب كتير وناس كتير، فحنخترع ونكتشف أحلامنا. كل الفرضيات اللي حكت كانت كثير حلوة، بس ممكن يكون فيها سلبيات؟ أكيد، كل إشي في الحياة له سلبياته وإيجابياته. من سلبيات هذا الإشي إنه إحنا تخيل كلياتنا نكون عايشين للأبد، قدي حيكون في كم هائل على الكرة الأرضية، والمساحة يمكن ما تكفي، فممكن نضطر إنه إحنا نروح على كوكب تاني. كلامك صح، وخطرت لي فكرة وإنتي عم تحكي إنه لو زاد أعداد الناس فرح يزيد استهلاكهم للموارد والأكل، وكل ما زاد استهلاكهم للأكل خلاص رح نوصل لمرحلة إنه يخلص الأكل. نغم، لو أنت بدك تعيشي على كوكب تاني، أي كوكب بتختاري؟ ممكن أعيش على المريخ. صح، وأنتوا نسيتوا تسألوا حالكم، هل نحن رح نضل على نفس الأشكال أو مثلا نفس العمر أو نفس المدرسة؟ صح جد صح، ما خطر على بالنا ولا أنا. برأيكم أصدقائنا وأصدقائنا اللي بتتابعونا، خلينا نفترض ماذا لو اختفى الوقت؟